ليلة الكريستال أو ليلة الزجاج المحطم، كما يقال عنها أيضاً ليلة الزجاج المكسور، وتعود على الموجة العنيفة للمذابح المرتكبة ضد اليهود التي حدثت في 9 و10 نوفمبر 1938 بكامل ألمانيا والنمسا المحتلة ومناطق زودتيرلاند في تشيكوسلوفاكيا المحتلة من قبل القوات الألمانية. كان قادة الحزب النازي وأعضاء جيش الإنقاذ المقصود بهم ملحق الهجوم العسكري وشباب هتلر هم المسؤولين الأساسيين عن هذه المذبحة. اكتسبت ليلة الكريستال تسميتها من أشلاء زجاج نوافذ المعابد والمنازل والمحلات التجارية اليهودية التي كسرت خلال موجة العنف والتي ملأت شوارع ألمانيا. وتلا ذلك إعلان المسؤولين الألمان أن ليلة الكريستال برزت كردة فعل عفوية لمشاعر الشعب عن اغتيال السفير الألماني إرنست فومرات بباريس. وكان قد أطلق الشاب البولندي اليهودي هيرشل غرينشتاب البالغ من العمر 17 سنة النار على السفير في 7 نوفمبر 1938، وقبل ذلك بأيام طردت السلطات الألمانية آلاف اليهود من أصل بولندي مقيمين بألمانيا والرايخ. وحصل غرينشتاب عن أخبار بأن والديه المقيمين هناك منذ 1911 كانا من ضمن هؤلاء المطرودين، وبمنعهم من الدخول إلى بلدهم بولندا وجد والدا غرينشتاب وغيرهم من اليهود المرحلين داخل محتشد اللاجئين قرب مدينة زبابزين الواقع على الحدود الألمانية البولندية. وبما أنه مقيم بصفة غير قانونية بباريس، بحث غرينشتاب المحبط عن الانتقام بعائلته بالتسلل إلى السفارة الألمانية وقتل المسؤول الدبلوماسي. توفي إرنست فومرات في 9 نوفمبر 1938 يومين بعد إطلاق النار عليه، وصادف هذا اليوم لذكرى انقلاب 1923 المسمى ببير هال، وهو يوم مهم بالنسبة للنازيين. اجتمع قادة الحزب النازي بميونخ لإحياء هذه الذكرى، واختاروا هذه المناسبة لاستعمالها كشعلة لإعلان ليلة العداء المفرط للسامية. أعلن وزير الدعايات يوزيف غوبلز وهو قائد المذبحة، صرح لقدماء قادة النازية بأن اليهود تآمروا للقيام بالاغتيال، وأعلن بأن الفهرر قرر بأن تكون المظاهرات غير منظمة من قبل الحزب، ولكن في صورة وقوعها عفويا لا يجب منعها. اتخذت عبارة غوبلز كأمر لإعلان المذابح، فبعد خطابه أعطى القادة المحليون للحزب أوامر لأعضائهم، وبدأ العنف بمناطق مختلفة من الرايخ في بداية المساء وساعات مبكرة من صباح 9 و10 نوفمبر. في 1:21 صباحا في 10 نوفمبر بعث راينهارد هايدرخ في موقعه كقائد لشرطة الأمن برقية عاجلة إلى قادة الأحياء ومحطات شرطة الدولة وقادة جيش الإنقاذ بمقاطعات مختلفة التي تحتوي على أوامر خاصة بالمظاهرات. قام جيش الإنقاذ وشباب هتلر بألمانيا والأراضي المغتصبة بهدم منازل ومحلات اليهود، وكان العديد منهم يرتدون ملابس مدنية لإثبات أن المظاهرات كانت بمثابة ردة فعل شعبية. رغم ظهور العنف العفوي وظهور المحليين في المناطق المختلفة في جميع أنحاء الرايخ، أعطى القائد هايدرخ توصيات يجب على المتظاهرين الحذر وعدم إلحاق الضرر بحياة وممتلكات الألمان غير اليهود، عليهم أن يستهدفوا الأجانب بما في ذلك اليهود غير الألمان، ويجب عليهم حذف الأرشيف قبل مهاجمة المعابد والممتلكات الأخرى للجالية اليهودية وتسليم هذا الأرشيف إلى جهاز الأمن. وتضمنت الأوامر أيضاً ضرورة اعتقال أكثر ما يمكن من الشباب والرجال المتمتعين بصحة جيدة. دمر المشاغبون 267 معبداً يهودياً في جميع أنحاء ألمانيا والنمسا وسودتلاند. حرقت في تلك الليلة مئات المعابد اليهودية داخل ألمانيا والنمسا على مرأى العموم، ورجال المطافئ كانوا قد تلقوا أوامر بعدم التدخل إلا لمنع النيران من الانتشار إلى المباني القريبة التي يقيم بها ألمان غير يهود. قام شباب هتلر وجيش الإنقاذ بكسر حوالي 7500 محل يهودي وحرقها. تحولت المقابر اليهودية إلى مكان لإهانة الجثث بمناطق متعددة. كانت المذابح شرسة بكل من برلين وفيينا أكبر المدن التي تضم أكبر الجاليات اليهودية عدداً بالرايخ. أعداد هائلة من جهاز الأمن تجوب الشوارع
وتهاجم اليهود داخل منازلهم وتجبرهم على القيام بحركات أمام العمود قصد إهانتهم، رغم أن كلمة القتل لم تذكر في الأوامر الرئيسية، إلا أن ليلة الزجاج المكسور أودت بحياة ما لا يقل عن 91 يهودياً بين 9 و10 نوفمبر. وتظهر وثائق الشرطة عدداً هائلاً من الاغتصابات والانتحارات التي تلت العنف. عندما توسعت المذبحة، قامت وحدات الأمن الخاصة والجيستابو باتباع تعليمات هايدرخ وإلقاء القبض على 30,000 يهودي من الذكور وتحويل أغلبهم من السجون المحلية إلى داخاو وبوخنوالد وساكسنهاوزن ومحتشدات أخرى. سجلت ليلة الكريستال اللحظة الأولى التي بدأ النظام النازي بسحق اليهود على أساس عرقهم. توفي المئات في المحتشدات إثر المعاملات الوحشية، وحصل العديد منهم على تصريح بالخروج من المحتشد بشرط أن يغادروا ألمانيا خلال 3 أشهر. وفعلاً أثرت ليلة كريستال في رسم الطريق لهجرة اليهود من ألمانيا في الأشهر اللاحقة. إثر المذبحة انتقد العديد من القادة الألمان مثل هيرمان غورنغ الخسائر الهائلة التي تسببت المظاهرات المعادية للسامية، وأوضح أنه لو لم تتدخل القوات سوف تتحمل شركات التأمين الألمانية خسائر كبيرة لتعويض المتضررين الغير اليهود. استعمل غورنغ وقادة كبار آخرين هذه الفرصة لتقديم إجراءات لإلغاء اليهود وتأثيرهم على الاقتصاد الألماني. قامت الحكومة الألمانية بإعلان على الفور أن اليهود أنفسهم مسؤولين عن المذابح، وفرضت عليهم عقوبة مالية قدرها 1 مليار مارك، حوالي 400 مليون دولار سنة 1938 على الجالية اليهودية الألمانية. صادرت حكومة الرايخ كل التعويضات التي قدمتها شركات التأمين لليهود المتضررين، وتركت اليهود بترميم ممتلكاتهم بأنفسهم وعلى نفقاتهم. الأسابيع التي تلت أعلنت الحكومة الألمانية قوانين وإجراءات تمنع اليهود من ممتلكاتهم ومصادر عيشهم. العديد من هذه القوانين كرست سياسات الجنس الآري وتحويل ممتلكات اليهود إلى الآريين المزعومين كجزء من مبادئهم الأساسية. منعت الإجراءات اليهود من العمل في القطاع العام الحكومي ومن العمل في القطاع الخاص، وقامت بمجهودات لإزالة اليهود من الحياة العامة، ومنع المسؤولون الأطفال اليهود من الحضور بالمدارس الألمانية. فقد اليهود الألمان حقهم في ملكية رخصة سياقة أو ملكية سيارة، كلها إجراءات رسخت الحد من الاستعمال النقل العمومي. لم يعد اليهود الألمان باستطاعتهم الدخول للمسارح والأفلام السينمائية والحفلات. أحداث ليلة الكريستال مثلت أهم نقطة تحول في سياسة النظام النازي بعد المذبحة. لاحظ المؤرخون أن سياسة اللاسامية تركزت أساساً بأيدي وحدات الأمن الخاصة. إضافة إلى ذلك، ساهمت السلبية التي كان عليها الشعب الألماني تجاه المذابح، وأعطت إشارة للحكومة بأن الشعب الألماني جاهز لإجراءات راديكالية. نشر النظام النازي إجراءات حادة تهدف إزالة اليهود كلياً من الاقتصاد الألماني والحياة الاجتماعية الألمانية في السنوات المقبلة، ووصلت إلى سياسات التجهيز القسري ونهائياً باتجاه الحصول على ألمانيا دون يهود وتحويل اليهود تجاه الشرق. هكذا تمثل ليلة الكريستال نقطة تحول في ملاحقة اليهود التي تهدف إلى إزالة يهود أوروبا. ويكيتيوب الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.